السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد، وهي تطرق موضوع الدعوة إلى الله. ما منهج الإسلام في الدعوة إلى الله تعالى؟ ومن هم القائمون بالدعوة؟ وأي دور للدولة في هذا الخصوص؟ ما واقع الدعوة اليوم في العالم الإسلامي؟ أسئلة أطرحها على ضيف الحلقة الأستاذ عبد الوهاب إكنجي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الوهاب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمشاهدينا الكرام، حياكم وبارك الله وسهلا فيكم. عندما نتحدث عن الدعوة، ما الذي يتبادر إلى ذهن المستمع أو القارئ أو المتابع؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ ما هي الدعوة؟ طبعا عندما نحن نسمع كلمة الدعوة أو نذكر كلمة الدعوة، المفروض أن يتبادر إلى أذهاننا دعوة الناس لإخراجهم من ظلمات الكفر والفسق والفجور إلى نور الإيمان والعقيدة، إلى نور العدالة والأخوة والتقدم في الدنيا والآخرة، أو إلى الوصول إلى حسن الدنيا والآخرة. لأن الدعوة هي دعوة عباد الله إلى عبادة رب العباد، ودعوتهم إلى الالتزام بالكتاب والسنة عقائديا وسلوكيا. والله تعالى قد أنزل الكتاب لأجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الروح، من ظلمات التصور، من ظلمات السلوك، إلى أي نور؟ إلى نور الإيمان، إلى نور صفاء الروح، وإلى نور إلى نور السلوك الذي يليق بالبشر. لأن الإنسان يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الدعوة دعوة بني آدم، دعوة بني آدم إلى الرجوع إلى فطرتهم عندما يخرجون من طريق الفطرة. لأن الفطرة التي فطر الله، خلق الله تعالى عبادة عليه، هي فطرة مستقيمة، ليس فيها غش، وليس فيها كذبا، وليس فيها حيلة، وليس فيها شرك، وليس فيها ضرر ولا ضرار. عندما الإنسان يجد بأن الفرد على مستوى الفرد أو المجتمع انحرف عن فطرتي، إما بالشرك وبعدم التوحيد وبعدم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو عندما يجد الإنسان انحرافه عن السلوك، يعني السلوك عن السلوك والخلق، الخلق الذي يعني يستوعب جميع الحياة فرديا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وتصوريا وعلميا، إذن هناك تبدأ أو تتبلور أهمية الدعوة. لأنه لا يمكن أن يكون هناك سعادة، ولا يمكن أن يكون هناك نجاة من نار الدنيا ومن نار الآخرة، من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، إلا بالدعوة. ولذلك قد أرسل الله تعالى جميع الأنبياء. وعندما نحن ننظر إلى كتاب الله وإلى الآيات التي يعني تبين لنا ما قالت ما قاله الأنبياء، يعني من سواء من أولي العزم وغير أولي العزم، نجد بأن من أول ما يركزون عليه الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله لا تعني الدعوة إلى التوحيد فقط، أكيد التوحيد يعني كلمة لا إله إلا الله على رأس القائمة. الدعوة إلى الله عقائديا، الدعوة إلى الله يعني سلوكيا وخلوقيا. نعم أستاذ عبد الوهاب، يعني ربما نحرر مفهوم الدعوة ومادة الدعوة بعد قليل هذا، لكن قبل ذلك يعني جنابك قلت إن الدعوة هي يعني تعني إخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والأديان إلى عدل ونور الإسلام. نعم. طيب النصرانية لديها دعوة أيضا، لديها تنصير، وهم يسمونه التبشير، وبعض الحضارات الأخرى يعني تحاول أن تنشر قيامها ودينها. نريد أن نسألك عن المنهج القرآني في الدعوة إلى الله، ما هي خصائص هذا المنهج، سماته، مساره؟ طبعا يعني المنهج القرآني في الدعوة هو منهج الحكمة، منهج
السلوك في هذا المنهج هو يخاطب العقول والقلوب، وليس له علاقة بما يتعلق بالجوارح، يعني من الضغوط أو من الإجبار إنما هناك يوجد نوع من الإجبار هو ليس لا يتعلق بالدعوة، هو يتعلق بمنع من يقوم بتخريب بيته أو بتخريب بيت غيره. على سبيل المثال، لو وجد أي واحد منا إنسانا رجلا على السطح يريد أن يغرف نفسه من السطح ويقتل نفسه، ماذا يجب هناك؟ أكيد تقدم كلمة التنبيه والتحذير وتخاطبه، ولكن إن وجدت بأن الخطاب لا يمكن أن يمنعه عن سقوطه وعن أن يقتل نفسه أو أن يقتل غيره، تمد يدك إليه وتمنعه عنه. ولكن الدعوة هذا عمل له علاقة بالدعوة، ولكن إن الدعوة بشكل عام هي عبارة عن قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا الناس إلى سبيل ربك، إلى الإيمان بربك، وإلى السلوك فيما وضعه ربنا أمامنا، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله. ولكن هذه الدعوة لها أصول ولها أسلوب، من أسلوبها الحكمة. وما نحن نعني من الحكمة؟ العلماء يعرفون الحكمة بهذا التعريف العميق الشامل والمانع، الشامل للطرق الحسنة والمانع عن السلوكيات السيئة التي بدل أن تجذب المدعو إلى ما يدعوه الداعي، يعني تبعده عن هدفي والغاية. كيفما هم يعرفونها الحكمة، يقولون: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. إذن على الداعية أن يكون حكيما، أن يكون حكيما من هذا الجانب، عندما يقول قولا أو عندما يبلغ رسالة يلزم أن تكون الرسالة من الرسائل التي يجب أن ترسل. فإن أرسل رسالة ليس في محلها وليس من الرسائل التي هي يعني يجب أن ترسل في ذلك الحين، أو أرسلها ولكن ليس في وقتها، أو إن قدمها ولكن لم يقم بواجبها من معرفته بما يقول، من تطلع يعني على ما يقول. الحكمة التي تفضلت عنها يعني هي ربما تكون إطارا عاما للدعوة، لكن السؤال هو في تقريرات المنهج الإسلامي في التبليغ وفي الدعوة، هل هناك إعطاء لمساحة العقل أكثر أم لمساحة الفطرة؟ لأن ثمة مستويات من البشر، التركيز هنا في المنهج القرآني أو في المنهج الإسلامي على الدعوة، هل هو يركز على الأسلوب العقلي أم على أسلوب الفطرة والعاطفة إلى آخره؟ لا، هو يركز على أسلوب العقل في الحقيقة. ولذلك يقول الله تعالى: لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون. يعني يلزم أن تكون كلماتنا أو أن تكون يعني ما نحن نريد أن نقدمه سواء للمدعوين الغير المسلمين أو للمدعوين المسلمين، لأن الدعوة لها جانبان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع في بداية الدعوة المنهج العقلي، وإنما تبع منهج التبليغ، فكان يقول لهم هل يعني هو كان يخاطبهم يعني: هل عرفتم علي كذبا، هل عرفتم علي خيانة، كذا إلى آخره، يعني في شيء من المحاكمة العقلية، لكن لم يكن هناك التركيز على الجانب العقلي، أليس كذلك؟ سيد الكريم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما نحن ننظر يعني إلى دعوته وإلى أصوله وإلى منهجه لا يعني يهمل الجانب العقل، يعني الجانب العقل، ونحن أنا أقصد من جانب العقل ليس الفلسفة، يعني الخطاب الذي يعني يعقله المخاطب بالأصول والأسلوب وفي نفس الوقت بتنقية أو باختيار الكلمات التي تتلائم مع عقله. أكيد الفطرة يعني حتى هنا يمكن أن نقولها شيئا آخر، يعني لا يمكن أن ندع الفطرة بجنب والعقل بجنب. العقل الذي خلقه الله تعالى والفطرة التي فطر الله تعالى عليه عباده، هذا العقل وهذه الفطرة هي متداخلة، يعني ليس من المعقول أن تكون الفطرة مخالفة للعقل أو العقل مخالفا للفطرة. ولكن في الأصول في الأسلوب يلزم عليك أكيد
ألا تهمل العواطف أيضا. مثلا عندما نحن ننظر إلى نوح عليه السلام وهو من أقدم الدعاة، أكيد هو نبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من أعمر الأنبياء ومن أقدم الأنبياء في الدعوة، يعني وقتا وفي نفس الوقت من طول الوقت، يعني تقريبا أكثر من 900 سنة قام ويدعو. مثلا نحن عندما نقرأ سورة نوح ننظر إلى نوح بأنه كان يخاطبهم ويدع عقولهم أمام عينيه ويخاطبهم، ومع ذلك كان في ذلك ومع ذلك كان يخاطبهم بالخطابات التي تتعلق بعواطفهم وبالخطابات التي تتعلق بانعكاسات تلبية الدعوة على أوضاعهم الاقتصادية، على أوضاعهم الأمنية. مثلا يعني عندما يقول، نعم تفضل. معذرة أستاذ عبد الوهاب، شكرا لك. يعني ما الحكمة من تقرير القرآن للمنهج العقلي في الدعوة على أساس من المنهج العقلي، علما أن العقل هو نفسه الذي قاد أوروبا أو كثيرا من مفكريها إلى الإلحاد؟ أخي الكريم، يعني ليس هناك دين يركز على العقل كما يركز الإسلام عليه، لأن الإسلام لا يجعل المجنون مكلفا. هل هناك يعني المجنون الذي يفقد عقله ليس مكلفا حتى أن تدعوه أو تزجره أو تنذره أو تبشره؟ لذلك للعقل أهمية، ولكن العقل المجرد شيء، والعقل الذي موزع بين الناس شيء آخر. لذلك يعني عندما نحن نقول الإسلام يركز يعني في الدعوة على خطاب العقل، لا نعني بها يعني العقلانيون الذين يدعون العقل أمام الوحي. لو كان العقل كافيا وشافيا لما كان هناك حاجة إلى إنزال الكتب وإلى إرسال الرسل. ولكن العقل المجرد باعتبار أنه عقل، هو في نفس الوقت لا يمكن أن يحرر صاحبه عن الخطوات التي يعني ليس في صالحه وليس في صالح مجتمعه وليس في صالح بيئته. ولذلك سمي العقل عقلا، لأنه كالعقال. فكما أن العقل يمنع يعني الإبل عن التصرفات يعني العشوائية، هكذا العقل يمنع صاحبه عن التصرفات العشوائية. لذلك عندما نحن نخاطب الناس يلزم علينا نحن أن ندع يعني أمامنا خطة لأجل أن نصل إلى عقولهم، ولكن العقل المرتبط مع القلب أيضا حتى لا نهمل القلب، بحيث لا يكون العقل هو حاكما على الشريعة وعلى بعض الغيبيات. أكيد طبعا، لأنه لو كان كذلك لما كان هناك حاجة. وأنا عندما أقول العقل الموزع بين الناس، طيب ما هي ما هذا 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 لو نحن تركنا الناس مع عقولهم، هناك يعني من يعتبر نفسه عاقلا ويعبد البقر ويتطهر ببول البقر. طيب أستاذ عبد الوهاب، لو انتقلت معك إلى جانب آخر، مادة الدعوة هل هي توحيد الله سبحانه وتعالى؟ وهذا كنت قبل قليل تريد أن تتحدث عنه، رحلناه إلى هذا الجزء. هل هو التوحيد مادة الدعوة الأساسية، أم الأخلاق، حسن المكارم الأخلاق، أم بيان الحلال والحرام في القضايا؟ الدعوة تستوعب جميع ما ذكرتموه. يعني ليس من المعقول وليس من المنقول أن نخصص الدعوة بجانب. يعني عندما نحن نقول ندعو الناس، يعني هذا ليس معناه إن الدعوة يعني خاصة بدعوة غير المسلمين إلى الاعتقاد والإيمان بالله وبالإسلام. لذلك يقول الله تعالى مثلا في كثير من الآيات كنتم، يعني على سبيل المثال هناك آيات مختلفة، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون الناس بالبر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير هو عام يستوعب رأس الخير وأصل الخير وهو التوحيد، ويستوعب كل ما فيه خير سواء تعلق بالدنيا أو تعلق بالعقبة. الخير بالمفهوم الإسلامي، لأن الخير عند الحضارات الأخرى ربما يكون مختلفا عن الخير الإسلامي. لا، الخير بمفهوم الإسلامي أيضا يلزم ألا نخصصه بدائرة خاصة. مثلا يعني حتى نحن لو تعمقنا يعني عمقنا أفكارنا وتصورنا في الإسلام
من من أقام أذى من الطريق فهو خير. نعم. فهو خير. تبسمك في وجه أخيك خير، تعاملك مع معاملة إنسانية خير، تنظيف السقق والشوارع خير. فكما أن التوحيد هو رأس الخير، فكما أن الإيمان هو أصل الخير. الحكم بالعدالة هذا ما قصدته الخير هو في خير الإسلامي. في مفهوم الإسلامي. نعم. الخير لازم ألا نخصص الخير. نعم. بجوانب اعتقادية عقائدية فقط أو بجوانب خاصة مما يتعلق بالحياة. إنما قصدته الخير هو مستوعب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم، المتبادل إلى الذهن من كلمة النور الإيمان، ومن كلمة الظلمات الشرك. ولكن الشرك هو أم جميع الخبائث، فكما أن الإيمان هو أم لجميع الحسنات. والحسنات هناك حسنات تتعلق بالفرد، بالأسرة، بالمجتمع، بالسياسة، بالإدارة، بالتعاون، بالتساند وإلى آخره. لذلك نحن ندعو الناس إلى أي شيء؟ إلى ما هو في مصالحه ومصلحته الدنيوية بدون قيد وشرط والأخروية. طيب، أنا سألتك عن مادة الدعوة أستاذ عبد الوهاب حتى يعني أحرر إجابة من خلالكم على سؤال يليه، وهو الآن الدعوة هو طبعا هي تسير وفق مسارين لغير المسلمين، وهنا تقتضي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده في العبادة كما هو معلوم بالضرورة، ثم الدعوة للمسلمين الذين لم تسعفهم الظروف باكتساب قدر من العلم الشرعي فيعيشون ربما جهلا في أمور الشريعة كثيرا. هذين المسارين في الدعوة، هل يقتضي من هذين المسارين الممايزة أو الاختلاف في أساليب الدعوة وطرائقها؟ بمعنى دعوة غير المسلمين لها وسائل وطرق ومنهجية معينة، ودعوة المسلمين العصاة لها منهجية أخرى مثلا؟ يعني طبعا يعني في الأصل ليس هناك اختلاف، ولكن في التطبيق هناك اختلاف أي تنوع، يعني ليس بمعنى التصادم. التصادم يعني الحكمة هي جزء لا يتجزأ وأصل أصيل لكلا الجانبين. يعني عندما تدعو غير مسلم إلى توحيد الله يلزم يعني أن تتعامل معه معاملة حسنة، وأن تختار الكلمات التي المؤثرة، وأن تأخذ موقف الوالد نحو ولده من الشفقة والرحمة، وأن تحسسه بأنك عندما تقترح عليه الإيمان يعني هذا 100% يعني لأجله، لا ليس لأجل مصلحة تتعلق بالداعي. وحقيقة بشكل عام يعني وهكذا بالنسبة للمسلمين، عندما نحن نجد مسلما يعني بعيدا عن الالتزام بالدين، بعيدا عن الالتزام بالدين أو بعيدا عن العلم، أو ليس عنده وعي، أو عنده تصرفات يعني خاطئة، إما تحريما أو كراهة، أو يعني تصرفات لا يليق بمن يقول الحمد لله أنا مسلم، عندما نحن نجد مسلما هكذا أكيد يلزم أن نقدم له الدعوة للالتزام وللتطبيق والاجتناب عن المنكرات. المنكرات سواء تعلقت بالجوارح، أو سواء تعلقت بالسلوك، أو سواء تعلقت بالفهم الخاطئ لقواعد الدين وهلم جرا. على كل حال الداعي يلزم أن يكون أهل رفق وشفقة، وأن يعطي إحساس للمدعو سواء كان مسلما أو غير مسلما بأنه حقيقة يعني يريد له الخير. أنا كثيرا ما أقول من المشاكل التي نحن نعاني منها، نعم كل خطبة دعوة، يعني كل خطيب عندما يلقي الخطبة في المساجد هي دعوة. دعوة من؟ دعوة المصلين إلى الفهم أو إلى التجنب عن المنكرات أو إلى الاعتماد، ولكن التلبية للأوامر. ولكن كل هذا حقيقة أنا أريد أن أركز على أن الداعي يجب أن يتكلم بقلبه. يعني من المشاكل التي نحن نعاني منها
في الكلام وأصول الدعوة وأسلوب إرسال الرسالات كثيرا ما أقول سبب من أسباب الرئيسية نحن لا نجد متكلما ولا نجد مستمعا. الاستماع شيء والسماع شيء، التكلم شيء وإخراج الصوت شيء آخر. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يلزم أن يكون لساننا مترجما لقلوبنا. إذا الكلام هي من ميزة القلب ليست من خصوصية وصف اللسان. اللسان يصوت. نعم، وهذا يقودنا إلى الحديث عن الداعية ومن الذي يقوم بالدعوة، لكن بعد قليل لو أذنت لي. مشاهدين الكرام نتابع حديثنا هذا بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن منهج الإسلامي في الدعوة، والحديث دائما مع الأستاذ عبد الوهاب إكنجي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أجدد ترحيب بكم أستاذ عبد الوهاب. وأجدد وأؤكد الشكر لكم ولمشاهدينا إن شاء الله. أهلا بكم. عادة من هو الذي يدعو؟ الشريعة من الذي سمحت له أو أفسحت له المجال أو كلفته بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الشريعة؟ في الحقيقة الدعوة هي واجبة من الواجبات لجميع المسلمين، لأن الله تعالى يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الدعوة هي ليست مهنة علماء الدين كما يقولون فقط، هي يعني ليست مهنة، هي يعني واجب من الواجبات وجميع واجب عيني. واجب عيني أم كفائي؟ لا، واجب عيني، واجب كفائي. عندما لم يسد الفراغ المسلمون كلهم يعني يتحولوا إلى واجب عيني. ولكن الدعوة هناك من يخصص الدعوة بالعلماء، يقول الدعوة هي من واجبات العلماء. لا، أنا أقول هي من واجبات جميع المسلمين، يعني المسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني فليبلغ الشاهد الغائبة، ولم يخصص هناك يعني طائفة من الطوائف، عسى أن يكون الغائب أو عامنا. هناك في الحقيقة يعني عندما أنت وجدتك متأملا هناك اختلاف، يعني هناك اختلاف في هذا الموضوع بين العلماء. نعم، ولكن يعني أنا أرى ربما أستاذ عبد الوهاب هذا الاختلاف مرده إلى قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة، يعني هنا في تخصيص. نعم، الذين يقولون بأن الدعوة هي واجب من واجبات جميع المسلمين يجعلون من للتبيين ليس للتبعيد. ولتكن منكم أمة، منكم ليس بعضكم، ليس للتبعيض، ليس للبعض، إنما للبيان. هي للبيان، لذلك نشيدها ولتكن منكم أمة ليس منكم، لكن هنا أمة نكرة، هنا أمة جاءت نكرة فربما تفيد التخصيص في هذا. يعني هذا مثلا عندما نحن يعني نتذكر يعني ما قاله الرازي وابن كثير وأمثالهم من المفسرين الموثوقين. طبعا هنا يوجد هناك يعني كلام، ولكن من خلال بحثي للموضوع وقراءتي للمراجع وخصوصا ما يتعلق بهذه الآيات، أنا لا أجد يعني بين آية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وبين كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يعني هناك تعارض. هذه الآيات يكمل بعضها بعضا، أو يعني يفسر بعضها بعضا، يعني بشكل عام كل مسلم مكلف بالدعوة، ولكن بشكل خاص بعضهم مكلفون، يعني بعضهم مكلف في التعمق، في التعمق أو يعني في 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 التعمق أو في بعض الموضوعات الخاصة، هناك يجب يعني أن يكون أن نخصصه يعني بمن هو يعلم الموضوع بجد. ويمكن أن نقول ولتكن منكم أمة، عندما يكون هناك بعد التمكين، بعد التمكين المسلمين بمعنى وجود الدولة الإسلامية، يعني يلزم يعني على الدولة أن تخصص طائفة من المسلمين. هذا ما كنت أريد أن أسألك لأجل الدعوة، دور الدولة. نعم. الدولة في الدعوة هنا. لا يعني دور، ما هو دورها؟ طبعا يعني دور الدعوة، يعني دور الدعوة الدولة. دور الدولة في الدعوة هي من أهم مقاصدها، من أهم يعني أسباب وجودها، من أهم وظائفها. يعني لذلك يقول النبي صلى الله، يقول الله جل وعلا: إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يعني التقييم هو يعني الدولة، يعني القوة الموجهة أو الموجهة للشعب إلى نحو الخير، والمانعة الناس أنا لا أقول المسلمين، الناس عما هو فيه شر، لأن من واجبات الدولة الحفاظ على مصالح الناس سواء كان مسلما أو غير مسلما، ولكن المصالح التي تقررها الشريعة طبعا. نعم، وظائف الدولة الإسلامية، نحن نتكلم حق الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية لا يمكن أن تكون دولة إسلامية إلا بالشريعة. صحيح. لذلك يعني كلمة الدولة تعني ما أشرت إليه. إذن هذا أصل من 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 أصولها، ولكن نحن كمسلمون عندما نجد منكرا أو عندما نجد منكرا، يعني يجب علينا أن نقوم بإنكاره، ولكن بلطف، بشرط ألا يترتب على الإنكار إنكار، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط. يعني أولا العامل يلزم أن يعلم بأن المنكر منكر، ثانيا يلزم أن يكون المنكر مجمع عليه، ليس يعني منكرا يعني فيه اختلاف يعني بين المجتهدين، لأن المنكر يعني لا يجب على من هو اجتهاده موافق لاجتهاد الحنفية، أو نقول مقلد المذهب الحنفية، لا يجب عليه أن ينكر منكرا لم يكن منكرا في المذهب الشافعي أو في مذهب الحنفي، لأن المنكر لازم يكون منكرا مجمعا عليه، يعني متفق عليه، يعني ليس اجتهاديا. فإن كان اجتهاديا طبعا هذا يجب أن نبتعد عنه وأن لا. ثانيا أن يكون الآمر الناهي يعني واثقا بأن أمره يفيد، فإن كان واثقا. هذا متعلق بخصائص الداعية أليس كذلك دكتور؟ يعني لها يعني يتعلق بخصائص الداعية، وفي نفس الوقت له علاقة بمن عنده. طيب. كانه أيضا يعني. طيب. حتى لا نوصف في هذه التفصيلية بحيث أنه تؤثر على مسائل أخرى. نعم. تحدثت بشيء من الأهمية عن وظيفة الدولة أو دور الدولة في قضية الدعوة. طيب. الدولة. نعم. هذه الدولة الإسلامية، لكن أريد أن أسألك في حال تغيرت الحال كما هو واقع العالم الإسلامي اليوم، جل الدول الإسلامية جلها هي ذات طابع علماني صارت الآن في العالم الإسلامي كله. طيب في حال يعني بمعنى أنها لا تجعل من الشريعة أساسا لتطبيقها والحكم والسير في منهج الحياة داخل الدولة على أساسها، في هذه الحالة كيف يتأثر مسار الدعوة، وكيف تلتبس العلاقة بين الأفراد والعلماء من جهة وبين الدولة من جهة في مسار الدعوة؟ نعم، يعني عندما يفقد المسلمون الخلافة أو الدولة الراشدة أو الدولة المسلمة، يعني سلوكا وتطبيقا وتشريعا، طبعا يعني الدعوة إلى الله
تكون أكثر مؤكدة من ناحية الحاجة، ويجب على المسلمين الاهتمام بها أكثر من وجود هذه، لأن عندما يكون الدولة موجودة الدولة يعني من وظائفها ومن واجباتها أن تقوم بهذا، ولتكن منكم أمة تهيئ أمة جماعة يعني طابولا أو مؤسسة، مؤسسة الإرشاد والدعوة والتبليغ رسميا. فكما أن الدولة يجب عليها أن يكون لها جيش لأجل الدفاع، يجب عليها أن يكون لها دعاة لأجل الدعوة غير المسلمين والمسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الدين، وأن يكون هناك أدنى موظفون يعني يأمرون وينهون، وكل أمر ونهي له يعني متعلقاته وله خصوصياته يمكن أن نتطرق إليه في الأسئلة الآتية. ولكن في هذه الظروف يجب على العلماء خصوصا أن يقودوا هذا المسار. كيف يقودون مسار الدعوة متحررين من سلطة الدولة العلمانية التي ربما مثلا تريد أن تفرض مسارا معينا في الدعوة، مثلا يعني قضية ولي الأمر، يعني هناك ممكن إذا كانت الدولة مثلا مستبدة أو أنها لا تقيم للشريعة وزنا بما يكفي إلا بما يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، هنا يفرض على الدعاة أن يعظموا من شأن الحكم والاستقرار وولي الأمر إلى آخره. السؤال هو يعني كيف يتأثر المسار الدعوي في ظل وجود دولة لا تراعي قيم الإسلام العليا؟ أخي الكريم، يعني طبعا يعني الظروف إنما تكون يعني صعبة، يعني أكيد لها صعوبات، ولكن لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق يعني عند سلطان جاهل. يصلح هنا الدعوة. نعم. لماذا يعني العالم يجب عليه أن يبين الحق وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن طبعا وأن يتحمل تكلفات يعني الواجب الذي يقوم به. ولذلك الأنبياء قاموا بواجبهم، منهم من طردوا ومنهم من حبسوا ومنهم من قتلوا إلى آخره. ولكن يعني الظروف الصعبة أو عدم وجود الدولة يعني الدولة التي تقوم بهذا الواجب أو تقوم بضد الواجب أو تقوم بالتخريب والتدمير وتوجيه الناس إلى الخلق السيء، هناك أكيد يعني يجب على المسلمين وعلى رأسهم العلماء أن يقومون بهذا الدور. ولكن مع ذلك يعني يلزم أن يكون بتوازن، يعني يلزم أن يكونوا حكماء، يلزم يعني الذي يهمهم أن يقدمون الرسالة بأي أسلوب يكون هذا التقديم أو هذه الدعوة، بأي أسلوب بأي نوع شكل من الأشكال يعني توصل الداعية إلى هدفه وتجلب الدعوة المدعوين إلى الله وإلى التزام بسنة. هذه أمور يجب أن لا تغيب عن عيوننا أيضا، لا بمعنى والله ما دام هو واجب يجب أن نقوم به مهما كان الأمر، لا. يعني هناك بعض الناس لا يتفكرون في هذا، بدل أن يصلحوا يفسدون. طيب أستاذ عبد الوهاب، في ظل غياب الدولة الإسلامية هل يصبح، وهنا طبعا في مراعاة فقه الدعوة العام، هل يصبح من ضرورات الدعوة أن تضع في رأس أولوياتها ليس فقط الدعوة إلى التوحيد أو الدعوة إلى الحلال والحرام أو حسن الأخلاق، لا، وإنما الدعوة إلى إقامة الدولة الإسلامية حتى تتحقق مقاصد الدعوة الكلية؟ هل هذا أخي الكريم يمكن؟ يعني الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، يعني الجواب الذي يعني يمكن أن نجيبه بجواب محدد هذا يعني صعب، ولكن يعني لو حدد أي جو من الأجواء الذي يعيش فيها المسلمون تحت إطار يعني دولة ألمانية يكون جواب موافقا لتلك البيئة أو الشعب أو المنطقة أو الدولة. أما على كل حال يعني المصلحة والمفسدة يلزم أن تدعى أمام الأعين. يعني على يعني يمكن أن نأتي بمثال يعني يوجد يعني بين المثال الذي سأقدمه وبين الموضوع الذي نتكلم فيه تداخل، يعني نفس الشيء. هناك الموضوع يتعلق بالروح ويتعلق بسعادة الدنيا والآخرة، والموضوع الذي أريد أن أقدمه لكم يتعلق بالحياة وبالعيش. يعني هل يجوز لطبيب عندما بعد البحث والفحص وتأكده من أن العملية الجراحية هي ستقتل المريض
هل يجوز له أن يقوم بعملية جراحية للمريض؟ لا، يعني قانونيا ممنوع وفقها أيضا ممنوع، لأن الهدف من المعالجة، الهدف من الفحص والقيام بعملية جراحية هو الحفاظ على شخص المريض. نعم. فإن كانت هذه العملية تتعارض مع الهدف والغاية، إذن يكون هذا حرام. ماذا نحن مثلا في هذه الأجواء؟ الداعي ماذا يريد؟ يريد الإصلاح، صحيح؟ لو قام بالإصلاح وقيامه وسع المفسدة، فعدم قيامه أفضل. عدم قيامه واجب ليس أفضل، يعني يجب أن لا يقوم، يعني فكما أنه لا يجب أن لا يقوم بعملية جراحية للمريض الذي لا يمكن أن يتحملها، إما من ضغط الدم أو من أمراض أخرى جانبية، وهذا يتعلق بأسلوب. لذلك أنا كثيرا ما أقول الداعي طبيب والمدعو مريض، يجب على الداعية أن يتعامل مع المدعو كمعاملة وتعامل الطبيب مع المريض. نعم. في المعالجة وفي التعامل وفي الاحتكاك أيضا، وهذا يقول وهكذا سواء كان فرديا. نعم. أو كان اجتماعيا وإلى آخره. ما تفضلت به يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الخصائص التي ينبغي للداعية أن يتمتع بها، لكن لا يمكن طرح هذا قبل الذهاب إلى فاصل قصير لو أذنت لنا. مشاهدين الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم. أستاذ عبد الوهاب، قبل قليل كنت تريد أن تتحدث أو تحدثت بشيء عام عموميات عن موضوع ما ينبغي أن يفعله الداعية وما لا ينبغي له أن يفعله. الآن هذا وصلنا إلى الحديث عن جملة الخصائص والسمات النفسية والعلمية والأخلاقية التي ينبغي أن يتمتع أو ينبغي للداعية أن يحملها. ما هي هذه الخصائص؟ لأنها على قدر كبير من الأهمية حقيقة. نعم، إن الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية في الحقيقة تدع أمام الدعاة ثلاث ميزات خصوصيات هي تتعلق بالداعيات. الدعوة فقط لا تكفي ولا تسمن ولا تغني عن جوع، حتى في بعض الأحيان إن كانت الدعوة بدون وجود هذه الشروط المتسلسلة في هذه الآية الكريمة، بدل أن تسمن تضعف، بدل أن تغني تجعل المدعو فقيرا، بدل أن تصلح تفسد. لذلك أولا الدعوة يلزم أن تكون إلى الله، أي الداعي أن لا يحس بأي حظ من حظوظ النفس. إن كانت له لنفسه من الترحيب، من الإقبال، من التشجيع وما يتعلق بذلك، يعني من 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 شهوات النفس، هذه لا تكون هذه الكلمة من كلمة أحسن قول ولم تكن مؤثرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يدعو الناس إلى الله ليس إلى نفسه، أو لم يجعل ربه وسيلة لأجل يعني تقبيل الغير يده باسم الله في سبيل الله لأجل الله. هذه نقطة، هذه نعني بها النية الإخلاص.
ثانيا وعمل صالحا، أي الداعي يلزم أن يكون مترجما لأعماله لحركاته وسكناته. إن كان كلامه وإن كانت دعوته تخالف ما يعيشه، تخالف تتعارض مع أعماله، لا تكون دعوته مؤثرة ولا نصيحته مقبولة. وحتى بدل أن يقرب المسلم إلى الالتزام يبعده، وبدل أن يقرب الكافر إلى التوحيد وإلى كلمة المنجية لا إله إلا الله تزندقه تبعده. لذلك النقطة الثانية، أول نقطة الأولى إلى الله الإخلاص النية، يعني عندما نحن نقول يدعو إلى الله، يدعو إلى الله يعني من جميع النواحي ليس من ناحية أخرى، ويعمل العمل الصالح والأعمال مختلفة ومتنوعة، هناك أعمال لازمة، هناك أعمال متعدية، أعمال تتعلق بنفسه يعني باللزوم اللازمة يعني التي تتعلق بنفسه بسلوكه الشخصي الفردي بحياته الفردية، والأعمال التي متعددة يعني من علاقاته مع غيره، مع غيره من المسلمين وغير المسلمين. إن كان يجب عليه أن يهتم بهذا حتى لا يكون من الذين يقول الله تعالى في حقهم أتأمرون الناس وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنكم بدل أن تكونوا من الدعاة أنتم من المخربون، بدل أن تكونوا من الموجهين إلى رب العالمين أنتم توجهون الناس إلى شياطين الإنس والجن ببواقفكم بأعمالكم بحركاتكم بخلقكم السيئة، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله. لماذا كبر؟ حتى يعني عدم الفعل بدون قول أيضا يعني محرما. الإنسان عندما يقوم بفعل حرام هو حرام، ولكن عندما يقول بفعل حرام ويقوم بالدعوة الناس إلى الإسلام هذا يتأكد تحريمهم، لأن الحرام الأول هو ضرره للقائم به، وعندما يترتب عليه الدعوة ووصف الدعوة ووصف العلم أثر على غيره، على الدعوة على غيره يبعد الناس. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال إنني من المسلمين، أحس مدعوه بأنه من الذين سلموا أنفسهم لله، لا يتكلموا مع الناس لأجل منصب أو لأجل مغرم أو لأجل فائدة شخصية، بل هو عندما يتكلم مع المخاطب بقلبه بصفائه بروحه بأصوله بأسلوبه بلسانه، كل ما خرج من القلب أخي يجب أن يصل القلب، وما خرج من اللسان والله لا يتجاوز إلا الأذنان. الأذن واللسان آلتان لأجل استماع القلوب وكلام القلوب. لكن أستاذ عبد الوهاب ما تفضلت به ربما يعيدنا إلى نقطة سابقة، وهو أنه هذا يعني الكلام ليس كل إنسان يستطيع أن يحمل هذه الصفات، وبالتالي الدعوة ليست حكرة على أشخاص محددين وليست على الجميع. على كل حال يعني كما قلنا يعني يمكن أن نقول يعني الدعوة هي واجب فرض كفاية، ولكن لو نحن جعلناها فرض عين ولكن من قيود وشروط. كل إنسان مكلف بما عنده بما لديه من طاقة، هي يعني لأن يعني ليس من المصلحة المتلائمة مع مقاصد الدين أن نجعل الدعوة خاصة بطائفة. أستاذ عبد الوهاب، لأن المسلم تصحح لي إذا هذا هي إذا قلنا إن الدعوة هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لكن بشروطها، إن لم تتحقق هذه الشروط تسقط عنه هذا الوجوب، لكن بشرط أن يسعى إلى تحقيق هذه الشروط تسقط عنه، ولكن يجب عليه أن يسعى لهذا. وعندما نقول يعني المسلم ما دام هو فرد من الأمة يجب عليه أن يدعو الناس يعني بقدر استطاعتهم
علميا وفكريا وشخصيا والى والاوصاف التي تتعلق بالاستطاعه والتكليف. التكليف بالنسبه للعالم شيء وبالنسبه لغيره شيء. يعني كلما كانت يعني كلما كان راس مالك قويا تكون مكلفا اكثر من غيرك. يترتب عليك الزكاه، يعني يجب عليك ان تزكي، يجب عليك ان والى اخره. يعني لذلك يعني عندما قام واحد مسلم بنصيحة لأخيه وهي الدعوة، الدعوة هي النصيحة صحيح؟ يعني أخي الكريم لماذا لم تصلي؟ صلي، عليك أن تصلي. إن كان باستطاعتي أن يقول هذا يجب عليه أن يقول، يعني لأجل أن يقول لجاره، لأجل أن يقول لصاحبه، يعني يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن تبتعد عن الكذب. يعني هل يجب عليه أن يعمم رأسه ويلبس لباس العلماء؟ إذن في هذا السياق إذن يعني عندما نحن يعني في بعض الأحيان تخربت الموضوع على الإنسان باعتبار تصوره. نحن نتصور الدعوة يعني ما نحن نسمعه من العلماء، ما نحن نسمعه من قادة الحركات، نعم، أو من قادة الرأي والفكر. لذلك نقول هذه الدعوة يجب أن تكون خاصة بهم. الفلاح ماذا يعلم؟ الفلاح على الأقل يعرف بأن الصلاة فرض، وعندما يجد جاره في العمل عليه يجب عليه أن يقول له والله أخي الكريم يعني لو صليت يكون جيد، فإن لم يقل هذا يكون آثما. طيب عطفا على ما تفضلتم به أستاذ عبد الوهاب، كيف تقيمون واقع الدعوة في العالم الإسلامي اليوم؟ والله إن الدعوة يعني الحمد لله من قالها لك المسلمون فهو أهلكم أو فهو أهلكهم. لذلك يعني الدعوة في العالم الإسلامي وفي العالم أجمع يعني لها يعني تأثير إيجابي، والدعوة الحمد لله بخير. ولكن عندما نحن نقيس وضعنا بما يجب أن نكون عليه نجد أنفسنا ونجد المسلمين مقصرين في أداء الواجب بمعنى الكلمة، وفي أصول والأسلوب الذي يلزم أن يلتزموا به من وصول دعوتهم إلى غيرهم، ومن الفراغ الموجود في التعامل. يعني الدعوة موجودة وتسير بفضل الله تعالى، ولكن يلزم على الدعاة أن يراجعوا أنفسهم وأن يكثفوا أبصارهم على أوضاعهم. لماذا؟ لأنه ما زلنا لم نتجاوز نصف الطريق، وكان من المفروض أن نصل إلى آخر الطريق. لذلك هناك أسباب، هذه الأسباب يلزم أن نركز عليها: الأصول، الأسلوب، قضية الدعوة، فهم الدعوة، فقه الدعوة، الأوصاف التي يجب أن يتصف بها الداعي. هذه في هذه الأمور حقيقة يعني يلزم أن نراجع أنفسنا وأن نأمر إخواننا من باب الأمر بالمعروف، أو ننصح أنفسنا وغيرنا يعني بأنه يجب علينا أن نقوم بالواجب بقدر المستطاع، وأن نعلم بأننا ما زلنا مقصرون في هذا. نعم، ويعني أتينا على نهاية هذه الحلقة. أشكرك أستاذ عبد الوهاب على ما أفضت به في هذه الحلقة، وأشكرك مرة أخرى على اتساع صدرك لمداخلاتي في هذه الحلقة، وأنت معتاد على الخطبة بدون مقاطعة عادة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نعم، حياكم الله، بارك الله فيكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي العزيز الأستاذ عبد الوهاب إكنجي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. شكرا لكم، في حراسة الله.